هنا هنتكلم على السكال، فهنعرف ان السكال دي متكونة من 21 بون connected with each other او articulated with each other بالسوتشرز، بيتحركوا كلهم كوحدة واحدة. واحد بون واحدة اضافية اللي هي المانديبل، دي بون موفابل بون. يبقى ال21 بون دول بيتحركوا كلهم كوحدة واحدة، وواحدة بس بتتحرك لوحدها اللي هي عبارة عن الايه المانديبل. ال21 اموفابل بون دولت عبارة عن 8 بيرد بون. بيرد بون يعني موجودين الناحية دي والاوبوزيت سايد، زي مثلا المجزلة موجودة هنا المجزلة اللي هي دي موجودة على ناحية وموجودة على الاوبوزيت سايد، الزيجوماتيك بون على موجودة على ناحية والزيجوماتيك بون على الاوبوزيت سايد. ففي هنا 8 بيرز من بونز بيرد بونز، وبعدين في 5 اللي هم امبيرد بونز. الامبيرد بونز حاجة زي الفرونتال بون موجودة واحدة في النص، فدولت اللي هم الامبيرد بونز. الخمسة الامبيرد هم الفرونتال والإثمويدال والسفينويدال والفومر والأوكسيبيتال بونز، دولت سينجل بونز وحدهم، ودول هنشوفهم بعد كده طبعا. الأنبيرد بونز، فالبيرد بونز اللي هم موجودين على الناحيتين اللي هم البارايتال بون مثلا زي هنا، التمبرال بون موجود هنا، الزيجوماتيك بون اللي هنا، وبعدين كمان المجزيلاري بون اللي هي دي، وبعدين في لاكريمال بون ونيزال بون وانفيرور كونكي وبالاتاين بون. دولت الثمانية اللي هم بيرد موجودين على الناحية وعلى الاوبوزيت ايه سايد، يبقى 8 في 2 يبقوا 16، وخمسة ان بيرد بون اللي هم يعتبروا يبقى كده ال21 بون. السكال فور ديسكريبتيف بيرفوزز لما نيجي نشرحها او نتكلمها، ففي جزء هنا ده اسمه ممكن تتقسم، الجزء ده اسمه كرينيوم. كرينيوم ده اللي هو فوق الشق اللي احنا شايفينه ده، الشق ده طبعا ارتفيشال، احنا كسرين السكال من هنا، فده الكرينيوم ده اللي هو الابر اند بوستيرور بارت اوف ذا سكال which انكلوز ذا برين. يعني الجزء ده الكرينيوم ده لما نفتحه هنلاقي جوه البرين. الجزء الاسفل اللي هو ده اهو، ده اللي بنسميه الفيشيال سكيلتون. والفيشيال سكيلتون في اللي هو الجزء ده كله، في الجزء الاعلى ده اللي هو الابر بارت ده الفيكسد بارت، واللور بارت اللي هو الموفابل بارت اللي احنا بنديله الاسم اللي بنسميه الماندبل. طبعا احنا لما نيجي نشرح السكال هنبص لها من كذا جانب، هنبص لها من فوق، ودي بنديلها لما بصينا لها من فوق بيسموها نيرما فيرتيكاليس، لو بصيناها من قدام هنقول عليها دي نورما فرونتاليس، لو بصينا لها من الخلف هيبقى يسموها نورما اوكسيبتاليس، لو بصينا لها من اسفل بيسموها نورما بيزاليس، لو بصينا لها من على اللاترال سايد بيسموها نورما لاتراليس. فاحنا عشان ندرس كل هناخد كل نورما من دول ونشوف العظم اللي مكونها ايه، ونشوف الجنرال فيتشرز بتاعتها ايه، وهنتكلم برضو على بعض من البارتيكولار فيتشر.